تقول بصراحة so far كل حاجة كويسة، كل حاجة جميلة. كنت عايزة أشكر الناس اللي بتساعدنا والدكاترة وأستاذ رامي. بصراحة أي حاجة بطلبها وعايزاها بقوله على طول يعملها لي، ف يعني أنا مبسوطة بالتجربة وإن شاء الله نرجع صباح الخير من مصر بلدنا، اخيرا رجعنا. وانا دلوقتي بصور من الاوتيل اللي احنا نازلين فيه الحجر الطبي، ودلوقتي احنا الاوضه بتاعتنا، واحنا من الناس العالقين. كنا سافرنا سياحه لنيويورك 7 مارس، وكانت تذكره العوده لينا 22 مارس. وبعد ما حصل تعليق الطيران في مصر وامتد الطيران، ابتدى وقف الطيران لواحد ابريل، احنا ما لحقناش ناخد تذاكر، كانت عملناها 1 ابريل. وانا كنت مسافره معايا مرات ابني دكتوره سماح، كان عندها امتحان البورد هناك، كنا رايحين ل 16 مارس امتحان البورد بتاعها، وتعلقنا هناك لواحد ابريل. ولما سمعنا ان امتداد الطيران هيطلع تاني 15 يوم، اتكلمنا الجاليه المصريه اللي هناك، كان في الاستاذه ايمان وهمان، وهي وصلت صورتنا، وعملنا جروبات، وعملنا لسته بالاسامي كل المعلقين، وقعدنا نجمعهم اللي من نيويورك، اللي من يعني من كل الولايات. وهي بصراحة بعتت لنا كل حاجة، ووصلتنا بوزيرة الهجرة. طبعا نشكر وزيرة الهجرة، اهتمت بينا. وفي الآخر اجتمعوا كل الناس وعملوا في الآخر طبعا الطيارتين اللي جولنا، اللي كانوا هيجولنا يوم 2 ابريل و4 ابريل. انا كان من حظي انا ودكتور سماح ان احنا جينا في طيارة 2 ابريل، لانها كانت سايبة بنتها عندها سنة ونص اللي هي حفيدتي في مصر، والحمد لله جالنا التذاكر واحنا جينا. وطبعا لحد ما ركبنا الطيارة احنا كنا فاكرين ان احنا نازلين على القاهرة، وطبعا في المطار مضونا على الاقرار ان احنا هنتحجز 14 يوم على ذمة الحجر الطبي، بس في مكان يعني مش كاتبين المكان في ما يتراءى هنا للمسؤولين هنا هنقعد فين. وركبنا، عرفنا ان احنا جينا هنا على مرسى علم، طبعا قدامكم مرسى علم. دخلنا وكانت الاجراءات طبعا في مصر، في امريكا واحنا طالعين كانت اجراءات عادية جدا. وبعدين اول ما دخلنا جينا المجال الجوي ودخلنا وقفنا على المطار في مرسى علم، اول حاجه جابوا سبراي، قالوا في السماعات ان هيرشوا الطياره بسبراي مخصوص، بس هو يعني دينا امن ورشوا الطياره كلها. وبعدين ابتدوا ياخدونا 10 2020، نزلنا ركبنا اتوبيسات بطريقه معينه، معانا الناس كلها اللي هي من الحجر الطبي، ووقفونا بطريقه معينه ان مفيش حد في نفس حد. وبعدين رحنا دخلنا على المطار، لانهم برضو واقفين بيعقمونا بياخدوا الحرارة بتاعتنا. دخلنا برضو ب 2020، وبعدين ابتدوا يعملوا سحب الدم وكده، خدوا من عندنا دم وعملوا فيه التحليل، ولو اوكي خلاص الحمد لله كلنا اوكي. ركبنا الاتوبيسات تاني عشان نروح مكان تاني ناخد شنطنا، ورحنا لقينا كل الشنط طبعا مرشوشة، يعني زي بيعقموها. طبعا في قله في العمال ما نشكرش، بس كل واحد لازم يساعد، احنا في وقت معين مش لازم نقعد نقف على كل حاجه. جبنا شنطنا وقفنا ودخلنا، وبرده لما خرجنا كان الاتوبيسات واقفه، طبعا اتوبيسات 1 و2 و3 و4 ما كانوش بيكفوا، كانوا 20 20 بياخدوا شنطهم بيطلع، لان كلنا جايين من سفر بعيد، معانا بدل الشنطه 1 و2 و3. خدناهم رحنا الاوتيل، وقفنا بره الاوتيل في الاتوبيس الاول لحد ما الاتوبيس اللي قبلنا يكون اتسكن، وبعدين نزلونا. برضو دخل دكتور على الاتوبيس وقعد قال لنا الحجر هيبقى مفيش خروج خالص من الغرف، اي حاجه اتصال هيبقى بيننا وبينكم بالتليفونات. في زيارتين لينا بيجي الصبح وبالليل الدكتور. الاكل دلوقتي انا هفرجكم على الاوضه اللي قاعدين فيها، في ترابيزه حاطينها لنا على الباب من بره، بيجي مواعيد الفطار والغدا والعشاء، حطوا لنا الاكل بره واحنا بنفتح ناخده، وكل حاجه يعني المفروض ان هي مظبوطه والحمد لله. وطبعا احنا ممنوع يعني لو تشوفوا احنا في عندنا واحد بتاع امن بره واقف اهو، عشان لو حد عايز مثلا مننا يخرج ولا حاجه، واقفين بتاع امن عندنا. وطبعا المنظر جميل، بس احنا ما نقدرش نتعدى البلكونه هنا عشان ده ممنوع، احنا كاتبين اقرار ان احنا ما نخرجش من الغرف لاي حاجه. وفي تاني يعني مدينا برضو تعليمات ازاي هنتحرك في الاوتيل، وازاي هيجولنا الناس، حتى مهتمين بكل حاجه، حتى اللاندري ان احنا نتصل بيهم هنسيبه بره بالفوط وهم ياخدوه يجيبوا لنا. البساكت بتاعه القمامه بالساعه 11 هيجي يلموها من كل غرفه، يبقى احنا قبليها نحطها في الكيس ونطلعها بره. وطبعا يعني احنا بنشكر كل الناس، مصر الطيران اللي وفرت لنا طبعا الطيران،
ووزيرة الهجرة اللي عملته معانا، وطبعا الجالية المصرية اللي في أمريكا بالذات نيويورك، الأستاذة إيمان وهمان، بصراحة احنا يعني نشكرها جدا. وهنا طبعا السلطات اللي في المطار، الفريق الطبي اللي موجود، الناس، لحد كل الناس اللي هم أرشدونا ومشوا معانا وخدونا خطوة بخطوة. بصراحة يعني محدش عمل كده في ولاده، في ولاده إلا طبعا الرئيس بتاعنا تحيا مصر، يعني سيسي هو اللي جابنا وقعدنا. وحتى يعني الموضوع ان هو على حساب صندوق مصر، يعني يعني في يعني مش كفايه ان هو من غير فلوس ولا اي حاجه، هو حجر صحي، والمفروض ان انا قاعده في اوتيل 5 نجوم، بس انا المفروض ما اقارنش، عشان في ناس تقارن اكل وشرب، لا انا ما اقارنش نفسي في ان انا قاعده في اوتيل 5 نجوم اللي بنزل الصبح اروح الاوبن بوفيه وكده، لا انا المفروض ان انا اقارن نفسي بمستشفى، ان انا قاعده بدل الفندق ده المفروض مستشفى. فالوجبات جايه طبعا احسن من احسن مستشفى في مصر، مش هقارن انا باوتيل عشان الناس ما تفهمش ان احنا قاعدين في اوتيل يبقى احنا المفروض نتعامل ان احنا قاعدين في اوتيل، لا احنا 3 وجبات جاي لنا، 3 وجبات كافيه جدا لاي شخص عادي، عمره ما هيكون اكتر من كده لو احنا قاعدين في اي مستشفى 5 ستار مستشفيات مصر. والاوتيل هقول اللي هو 5 نجوم، الاوض كبيره وكل حاجه، بس طبعا احنا محبوسين فيها، لكن هو طبعا هو ده الحجر، ولازم يعني لازم احنا نفسنا نقول موافقين على الموضوع دوت، عشان احنا يعني الحمد لله احنا كويسين، بس برضو ما يجيش يقولوا ايه اللي جايين من بره هم كان معاهم حاملين فيروس كورونا او اي حاجه. الحمد لله احنا قعدنا 14 يوم واحنا راضيين، عشان احنا بنحب بلدنا، وعشان الشعب اللي بره ما يجيش احنا واحنا اختلطنا. يعني انا مش هشوف ولادي، معايا مرات ابني اللي هي بتصورني الدكتوره سماح سايبه بنتها 1.5 سنة، وبرضو لما جت هنا هتقعد 15 يوم مش هتشوفها، لكن برضو قال يعني احنا كلنا علشان خاطر ان احنا يعني مصر وبلدنا. ودلوقتي انا هفرجكم على الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. طبعا زي ما قلنا ده المنظر، احنا بندخل احنا في اول دور عندنا الاوضه عباره عن سريرين كبار، الاوضه كبيره عشان احنا معانا شنط كتير، هنا في سريرين، وعندنا التلفزيون بتاعنا وطبعا شنطنا، وموفر لنا الكاتل وسكر ونسكافيه وشاي، وعاملين لنا كل حاجه احنا محتاجينها، وكل حاجه، والاوضه اهي ومكيفه طبعا، والحمام نظيف وكبير، وحط لنا هنا في صابون، وطبعا حط لنا الشامبو هنا، وفي فوط كتيره. وطبعا هو كمان من الحاجات اللي كانت موجوده ان احنا اللي هننظف الغرف، طبعا عادي احنا ما عندناش مشاكل، هنطلب منهم ادوات النظافه، كاننا قاعدين في بيتنا هننظف، انا ما عنديش اي مشكله ان انظف مكان ما انا قاعده فيه. وكده خلاص يعني الحمد لله ان انا وصلت لكم الصوره على الحقيقه بدون مبالغه، بدون ان احنا يعني نقول اي كلام في اي حد، ادينا بنقول على الحقيقه، وصوره من الواقع اهو. وطبعا هوريكم بره، المفروض احنا ما جينا احنا ما نفتحش الا عشان ناخد الاكل، المفروض ان في الترابيزه دي بتاعتي لما بيجي الاكل، ولاحظوا على كل غرفه محطوط ترابيزات اهي، دي اللي وعد الاكل 3 مرات في اليوم بيجوا بيحطوا الاكل واحنا بنفتح ناخده. وكده اهو الارض الواقع، عشان محدش ايه يفتكر، احنا طبعا ممنوع خالص نخرج من الاوضه اكتر من البلكونه بتاعتنا، لكن مفيش اي حاجه غير كده، وطبعا مقفل لنا امن عشان لو حد فكر يخرج. والحمد لله ان احنا اهم حاجه وصلنا مصر وارض مصر، وطبعا شكرا لكل الناس اللي ساعدونا، وشكرا لكل طبعا الناس اللي ساعدونا. واخر حاجه خلاص انا كده بشكر كل الناس، ودي الارض الواقع على الحقيقه، العيشه اللي احنا عايشينها. طبعا الحمد لله، بس احنا في حجر صحي مقفول علينا الغرف، اكتر حاجه بنطلع البلكونه ما ينفعش حتى اتعداها، وطبعا سامعين جيراننا فوق، وجيراننا طبعا اللي هم كلهم معانا، وربنا يعني عيننا كلنا ويكملها على سلام، ونرجع يعني